معك احمد العباسي من صفحه دبي بليونير. وات دو يو دو فور ليفينج؟ هاي اول شيء هاي كيفك؟ انا سيلز مانجر هارت اوف يوروب ديفلوبر كومباني. دائما الشباب طلعوا بس يشوفوا حدا معه سياره حلوه بيقول طب هذا كيف جاب مصرياته؟ كيف بتنصحيهم الواحد يشتغل ليجيب مصاري؟ بنصحهم انه دائما يكونوا طموحين. اذا بدك امشي معي لورجيك المشروع العقاري مشان تعرف كيف تعملوا مصاري. نحن عندنا 6 ايلاند موجودين بالبحر بالورد اوف يوروب. حاعمل لك اكسبيرينس كثير حلوه. رح نطلع هلا بالبوت ونشوف المشروع على ارض الواقع. So I'm Monaco Macbeth, Dubai billionaire. And welcome to Monaco, huh? تخيلوا يا جماعة الخير هيدي الفيلا عقمة بنص البحر، فيك تخبرينا أكثر؟ هيدي فلوتينج فيلا من 3 طوابق، طابق تحت المي وطابق على مستوى المي. حلوة حياة اللكجري. أصبحت مألوفة مع مساء كل يوم بالعديد من بلديات الولاية، أين يصطف الكبار والصغار منتظرين شاحنة توزيع الحليب، وكلهم أمل في الظفر بكيسين على أقصى تقدير، نظرا لنقص الكمية الموزعة على المحلات. خطرك نقعد امور العيشه هنا وما يجيش الحكاميه، كان الحانوت حاله والشعب مريم من مجنن، والحليب ما كاش، وكي الحق قاعد يتضايق بس ما يديش كهرباء. هذا تحشيا الشعب بيشري التكيات حتى الخمسه، ايام من الخمسه ويستنى حتى العيشه بزاف. السارقه صوركم انا ما طيب خايف. نقولها لك يعني صارحك بها ما يخص تقول رانا لاسويس. انا نقولك رانا خير من لاسويس بشهادة شاهد من اهلها، بشهادة شاهد من اهلها. راني نهضر على بلادنا وبلادك وبلاد الجزائر. جاتني سفيرة لاسويس وقالت لي بلادكم خير من بلادنا. جاتني ان شاء الله بربي.